يقول: ما حكم تأخير صلاة العيد عن موعدها، علما بأنني في ليلة العيد كنت ساهرا حتى صلاة الفجر، وبعد ذلك أخذني النوم ولم أستيقظ لأداء الصلاة. أولا تعلم أيها الأخ أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أما دام أداها المسلمون فإنها لا تجب عليك لأنك كفيت بفعل إخوانك المسلمين. وثانيا تعلم أن وقت صلاة العيد يتمدد من ارتفاع الشمس عيد رمح إلى دخول وقت الظهر إلى الزوال، فهو لا يفوت. ولكن كما ذكرنا ما دام أن المسلمون أدوها وصلوا صلاة العيد فليس عليك صلاة عيد، وإن أردت أن تقضيها تصليها ركعتين في وقتها فلا مانع من ذلك. إن أردت أن تصليها وحدك بعدما صلى الناس صليها ركعتين ما في مانع. نعم.